احنا في هذه الوقفه اليوم من نهار الخميس 12/2023 بباب دكوالا بمراكش. بدينا بهذه الوقفه هذه بحال قلتي شكل نضالي افتتاحي ديال هذه الاشغال ديال القمه المضاده اللي فيها واحد العدد ديال الحركات على المستوى العالمي. دونك كنشوفوا هنايا حركات اجتماعيه اللي جايه من امريكا اللاتينيه، اللي جايه من اسيا، اللي جايه من اوروبا، اللي جايه من افريقيا، اللي جايه من المنطقه ديالنا، وكذلك من المغرب. دونك حنا هذا الشكل النضالي اللي غادي نفتتحوا به اليوم هذه القمه المضاده ديالنا باش يعني نعليوا الصوت ديالنا باننا حنا نرفض هاد السياسات الليبرالية ديال البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، لأنها عندها آثار كارثية على مجمل الشعوب ديال البلدان ديال العالم، سواء فيهم البلدان ديال الجنوب أو البلدان الشمال، وكذلك طبعا ضمهم المغرب. وحنايا كنعرفوا بأن هاد الاجتماعات اللي جاوا هاد العام للمغرب راه هو واحد النوع ديال بغاو يبينوا المغرب بأنه نموذج أو مثال اللي هو ناجح في هذوك السياسات الليبراليه. وحنا تنقولوا لا، راه كاينين يعني الوجه الاخر لهذوك السياسات الليبراليه واللي حنايا كنددوا بها على مستوى الفقر، على المستوى ديال الديون. وحنا اساسا اليوم كاين هنايا اجماع على انه نطالب بالغاء الديون، كنطالبوا بالغاء الديون حتى يعني باش تكون يعني نقدروا نحرروا الامكانات الماليه اللي غادي نديروا بها واحد العدد ديال الامور. لان ملي كنشوفوا مثلا الحاله ديال المغرب كيخلص الديون كيسدد تقريبا سنويا ما يعادل 9 المرات الميزانيه ديال الصحه، الديون كتمشي للديون. وبالتالي فاحنا هذا هما الهدف ديالنا اليوم هنايا.